اكيد في حالات تحكيميه النهارده كان فيها اخطاء، واكيد في حالات تحكيميه تستحق الاشاده، وبالتاكيد دائما وابدا معانا كابتننا الكبير لتحليل هذه الحالات التحكيميه الكابتن الكبير كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيمي والحكم الدولي السابق. كابتن جهاد مشرف ومنور كالعاده. صباح الخير الكريم عليك وعلى كل مشاهدينك ودايما متالق. يا رب يخليك كابتن جهاد. ايه اكتر الحالات النهارده اللي شفتها كانت مثيره للجدل او كان فيها اخطاء واضحه؟ هبدا من حيث انتهيت مباراه بيراميدز والاسماعيلي النهارده. بيراميدز والاهلي. اسف اسف فيوتشر والاسماعيلي. طاقم تحكيم طارق مجدي ما اختلفتش معاهم في قرار طول المباراه واداء مميز جدا، والاختلاف الوحيد كان في ركله الجزاء الاسماعيلي اللي تم عدم احتسابها. رجع طارق مجدي بعد كده للفار وتم احتساب ركله الجزاء الاسماعيلي. اداء مميز جدا من طاقم التحكيم بالكامل، عملوا مباراه اكثر من رائعه تحكيميا، وبالتالي بدات بيها بالحاجه الكويسه الحاجه المميزه النهارده مباراه فيوتشر والاسماعيلي. عظيم. المباراه الثانيه هنتكلم عليها ماتش غزل المحله والزمالك. هنقف عند حالتين تحكيميتين مهمين في المباراه. الحاله الاولانيه في الدقيقه 47 مطالبه غزل المحله بركله جزاء بداعي لمسه يد للونش. الونش على فكره هو طرف في الحالتين الاثنين. ايد الونش موجوده في وضع غير طبيعي، مكبره جسمه، ولكن الكره صدمت بالصدر، وبالتالي قرار حكم المباراه الصباحي صحيح، وقرار حكم الفار صحيح بعد وجود ركله جزاء لغزل المحله في اللقطه اللي هي في الدقيقه 47. اللقطه الثانيه في نفس المباراه في الدقيقه 62 برضه الونش كان طرف فيها، وفي التحام او اهمال من الونش في رجل لاعب غزل المحله. في نفس اللقطه كان الكره في الهواء وتم احتساب تسلل، والحكم صفر على تسلل في اللقطه ديت. يعني بنتكلم على اندر سنك فوتبول يا كريم، لازم الخطأ اللي حصل الاول هو ركله الجزاء، الالتحام اللي حصل من رجل لاعب الزمالك في رجل لاعب غزل المحله. اللاعب ده في موقف تسلل او مش موقف تسلل او زميله في موقف تسلل، كل ده حصل بعد الاعاقه. وبالتالي لازم نقول ان احنا اندر سنك فوتبول، ان احنا لازم نفهم كره القدم. قاعد على الفار قاعد يتكلم مع الصباحي كتير جدا في اللقطه دي ان في تسلل او اللاعب في موقف تسلل، ولكن اللي في موقف تسلل لا يعاقب على وجوده في موقف تسلل الا في حالات معينه، لكن الخطا اللي حصل قبل ما توصل الكوره للاعب اللي في موقف تسلل او زميله اللي في موقف تسلل، وبالتالي كان الخطا موجود ركله جزاء قبل التسلل، وكان لازم يحتسب ركله جزاء لنادي غزل المحله في الدقيقه 62. طيب دي في كوره والزمالك. انت بتقول لي الخطا المؤثر يمكن الابرز في هذه المباراه ان في ضربه جزاء لغزل المحله. في خطا تاني يا كابتن جهاد انا ما فهمتوش بصراحه، وانا عاده لا 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 اعلق على حالات تحكيميه ولا افكر فيها ولا ابص لها، بس في كره النهارده اللي اعترض فيها الجهاز الفني نادي الزمالك جدا واللاعبين على الدكه لما احد لاعبي غزل المحله شد على ما اتذكر زيزو ولا مش فاكر مين اللاعب في الزمالك، شده من التيشيرت بشكل واضح جدا، شده لدرجه ان هو بيشده وعايز يوقعه، هو نفسه اعتقد هيبقى معترف او عارف ان هو بيشده وهياخد انذار. كابتن محمد صباحي ما اشهرش في وجهه البطاقه الصفراء، تفتكر ليه؟ لا السبب. هو اللقطه واضحه جدا. الشد السافر او الواضح للتيشيرت بالمنظر ده طبعا يستحق ركله حره مباشره لنادي الزمالك، وانذار مستحق اللاعب غزل المحله، وكان اللاعب على فكره واقف مستني الانذار، يعني اللاعب غزل المحله طبعا كان واقف منتظر الانذار وهيتقبله، لان وكل الفرقتين هيتقبلوا الانذار سواء غزل المحله او الزمالك، لكن للاسف انا ما اعرفش السبب ايه، بس اللعبه انذار سهل جدا والصباح حكم كبير انت عارف لازم يدي فيها انذار. انت عارف ليه بقول لحضرتك على الحاله ديت ودي اللي لفت نظري؟ ده مش خطا مؤثر، ده خطا لا يؤثر على نتيجه المباراه، وهي دي اللي مسكت فيها. انا لا اتحدث حتى على ضربات الجزاء وخلافه، بس ليه مسكت في ديت؟ ما هو ده يا جماعه اللي بيقول بقى كواليتي الحكم المصري ونقعد نشيد بالحكم المصري، ويا جماعه الاخطاء دي ما تنفعش، ما الاخطاء دي مستحيل مستحيل تعدي على اي حكم مؤهل وجيد، والكابتن محمد صباحي بالتاكيد حكم محترم، بس ليه؟ يعني في اخطاء كده تبص عليها وتقول ليه؟ تقعد تفضل تسال. انذار سهل، انذار سهل ولعبه سهله، والراجل احتسب الخطا وشايف الناس اللي موجود وهو اللي بنتكلم بالمسك اللي بالطريقه دي، حتى لو ما فيش فيها هجمه واعده، بس لما بنتكلم على كان في مساحه موجوده وكان رايح وكان في لعيبه هيقابله بس في الاخر بنتكلم على المسك بالمنظر ده كان لازم انذار، وكان اعتراض الجهاز الفني للزمالك طبعا بشكل غير مقبول، لكن هم عندهم حق ان كان في انذار
وانذار مستحق للاعب غزل المحله. طيب مباراه بيراميدز والاهلي، رايك في طاقم تحكيم الاسباني لمباراه اليوم ورايك في الحالات اللي حصلت النهارده؟ مباراة بيراميدز والاهلي شهدت طاقم التحكيم الرابع الاجنبي للبطولات المصريه السنه دي، سواء في كل البطولات، سواء كاس الرابطه او كاس مصر او الدوري المصري. ثالث طاقم اسباني. هنتكلم برضو، انا بكلمك على الحالتين المهمين في المباراه. في الدقيقه 45 مطالبه لاعبي الاهلي بكارت احمر في لعبه احمد توفيق، بنتكلم في لعبه اللي هي بنتكلم عشان بس جمهورنا يبقى فاهم معانا، الفرصه المحققه لتسجيل هدف اللي تستحق الكارت الاحمر لازم يتوفر فيها اربع عناصر كابتن كريم. العنصر الاول اللي هو المسافه، مسافه اللاعب بالنسبه للجون والمسافه موجوده. لو في عنصر من العناصر الاربعه اللي بقول عليها دوت ما توفرتش، بننزل من الكارت الاحمر للكارت الاصفر. العنصر الاول المسافه موجوده للجون. العنصر الثاني عدد المدافعين، يعني حد مغطي من المدافعين ولا لا، هو الراجل كان رايح للجون على طول مباشره. العنصر الثالث برضو كان موجود، اللي هو احنا قلنا عدد المدافعين، قلنا المسافه. العنصر الثالث اللي هو السيطره والسيطره المستقبليه، دي اللي ما كانش موجود. لكن في عنصر رابع موجود، احنا بنتكلم السيطره والسيطره المستقبليه، اللي نزل من الكارت الاحمر الكارت الاصفر، هو السيطره مش موجوده او السيطره المستقبليه مش موجوده، الكره كانت في الطريق لسه. وكان حارس المرمى هيبقى اقرب للكره من الـ من الـ مهاجم النادي الاهلي، وبالتالي القرار الصحيح نزول من الكارت الاحمر كارت اصفر، وكان قرار حكم سليم بكارت اصفر مش كارت احمر، والفار رجع اللعبه واكد القرار السليم ان هي كارت اصفر مش كارت احمر. دي بالنسبه للعبه دي. في الدقيقه 47 بقى احمد توفيق اللي خد الانذار في الدقيقه 45 دخل بتهور واضح على لاعب النادي الاهلي، كان يستحق الانذار الثاني والطرد. الانذار الثاني ما بتدخلش فيه الفار، وبالتالي ده كان قرار حكم وخطا حكم، ما احتسبش الانذار الثاني والطرد. لكن غير كده كريم، في المباراه بنتكلم على تحكيم سهل، تحكيم ما فيش فيه مشكله، ما فيش حاجه مؤثره في المباراه نتكلم عليها. لكن انا بكلمك على لقطتين، في الدقيقه 45 انذار صحيح، وفي الدقيقه 47 كان في انذار مستحق لاحمد توفيق، الانذار الثاني بس عشان عشان جماهير الاهلي بس ما هتزعل. ما هو الطرد ده كابتن جهاد، الطرد ده يبقى خطا مؤثر يعني ما... لا خطا يعني خطا مؤثر، هكلمك انا بص، هو خطا وخطا مؤثر بس انا بكلمك على الخطا المؤثر الكبير، مثلا ركله جزاء لم تحتسب هدف صحيح داخل ده بتكلم على الخطا المؤثر الكبير. طبعا الطرد يفرق في وقت في بدايه شوط، في نهايه شوط وشوط كامل هتلعب فريق ناقص، هيفرق طبعا في الكلام. لكن بنتكلم برضه حتى لو حكم مصري، بنتكلم ان الطرد مش هو الخطا الكبير المؤثر في مباراه زي ديت، بس بنتكلم ان هو خطا موجود وحكم اخطا في الانذار الثاني، وكان انذار مستحق للاعب النادي بيراميدز. بالتاكيد كابتن الكبير كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيمي الكبير، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه كالعاده.